معانا تليفون، انا هكمل معاك قصه الكورونا دي بس معانا تليفون. تمام. كابتن نادي الاهلي طبعا لكره اليد واختك كابتن نصر عيد عبد الملك، اهلا بيك يا كابتن نصر. كابتن هيثم ازي حضرتك؟ وحشانا جدا جدا جدا. وانت كمان والله كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. وخلينا نتكلم يعني طبعا عن نجمتنا واختك طبعا الكبيره مروه. قولي لي مروه بتمثلك ايه يا نصر؟ والله طبعا يعني انا فخوره جدا يعني ومبسوطه جدا ان هي النهارده على قناه النادي الاهلي. طبعا مروه الناس انا هي مثل الاعلى طبعا في حاجات كتيره جدا. كان نفسي احقق حلمي زيها وان انا احترف وكده. الحمد لله اكيد ربنا كاتب لي خير في حاجات ثانيه. مروه طبعا فخر مش ليا انا بس، لكذا بنت مصريه. في بنات كتيره جدا صغيره بيبقوا امنيه في حياتهم ان هم يوصلوا للليفل اللي مروه وصلته يعني وكده، ودايما بتقولي ان احنا بنكلمها ودايما بنحاول نبقى زيها وكده، وانا بقول لهم طبعا لازم تتمرنوا وتوصلوا للليفل اللي مروه وصلته يعني. طب قولي لي نصر، انتوا في اتصال يعني؟ يعني طبعا لما مروه بترجع فرنسا بتتصلي بيها يوميا بتسالي عليها كلتي شربتي ولا مش بصفه دوريه؟ لا طبعا كل يوم بكلمها طبعا كل يوم بكلمها طبعا، وهي الفتره دي برده بتشتغل عن نفسها بتتمرن قبل ما تسافر وكده، فطبعا معاها على طول على التليفون، وهي بتيجي النادي في ايام معينه بشوفها وبتيجي طبعا البيت عندنا على طول. طب قولي لي يا نصر، هتتمني المروه ايه؟ يعني مروه ما شاء الله يعني اجهدت من بعدها بصراحه يعني في كره اليد، تتمني لها ايه؟ والله يعني انا اتمنى ان شاء الله ان مروه لما تيجي تعتزل ان شاء الله تعتزل في النادي الاهلي وتكمل مسيرتها معانا يعني كده، ان شاء الله تلعب معانا كده سنه سنتين ثلاثه نتعلم منها حاجات كثيره. فدي الصراحه دي الامنيه اللي بالنسبه لي، نفسي العب جنب مروه انا وهي بتيشيرت النادي الاهلي واحد جنب بعض. على فكره هي قالت كده في اول حلقه، وقالت ان هي ان شاء الله باذن الله يعني تتمنى تكون في النادي الاهلي في يوم من الايام وتخرج من الباب الكبير اللي هي خرجت منه. طبعا. ودي حقيقه يعني يعني برضو ابناء النادي الاهلي بيبصوا للموضوع بشكل. طب طمنيني في السنه الجايه اخبار ايه في الفريق يا نصر بسرعه؟ والله ماشيين كويس الحمد لله يعني الدنيا كويسه. بداتوا الاعداد؟ اعداد بدانا فتره الاعداد وكده وماشي الحال كويس الحمد لله. يا رب ان شاء الله ربنا معاك. وطبعا نصر عيد عبد الملك كابتن الفريق واحد نجوم كره اليد النسائيه في مصر، بشكرك شكرا جزيلا. مروه يمكن علاقتك بنصره واختك طبعا كبيره يعني علاقات جميله طبعا، وده هو ده الاساس طبعا. نصره مش اختي بس، نصره بنتي يعني، فاتمنى لها كل التوفيق وربنا يكرمها ان شاء الله وتفضل دايما كل سنه في النادي الاهلي تحصد كل البطولات اللي تشارك فيها مع النادي الاهلي ان شاء الله، وتبقى كابتن فريق عنده حسن ظن النادي الاهلي وكل الناس ان شاء الله.